الهس الأول بنصلي ونسبح ربنا مع موسى النبي لأنه عبر البحر الأحمر وإحنا عبرنا المعمودية. فرعون غرق في البحر وفي المعمودية الشيطان بيغرق في المية، بنقول له أجحدك يا أيها الشيطان وكل أعمالك النجسة. هو عبر، موسى عبر في البحر وإحنا عبرنا مع موسى النبي من العهد القديم إلى العهد الجديد. فبنسبح مع موسى النبي ونفضل نسبح مع موسى النبي طول ما احنا موجودين على الأرض لغاية لما نروح السماء. نروح السماء يقول لك القديس يوحنا الحبيب حينئذ يسبحون ترنيمة موسى عبد الله. ايه ده؟ يعني احنا نسبح ترنيمة موسى نسبحها في السماء، فاللي سبحها على الأرض يسبحها في السماء. سبع تأودوكيات جاية من كلمة تأودوكوس، وبالاختصار يسموها تأودوكية. واخدين بالكم؟ طب والهوسات أربعة، الهوس الأول بنسبح مع موسى النبي، الهوس الثاني بنسبح مع داود النبي، اشكر الرب لأنه صالح وخير، قال له يا جب ابني سبشاني لأن إلى الأبد رحمته في المزمور 135. الهوس الثالث بنسبح مع الثلاث فتية القديسين اللي ترموا في النار وربنا أنقذهم. ربنا يعني وعوده صادقة وأمينة، هو اللي قال كده ادعيني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. يترموا في النار والثياب لم تحترق، النار حرقت الحبال اللي هم مربوطين بيها عشان يقفوا يسبحوا، لكن لم تمسهم بأذى، حرقت الرجالة اللي رموهم في النار. فده الهوس الثالث، تسبحة عزاريا في تتمة سفر حنانيا وعزاريا وميصائيل، تتمة سفر دانيال. واخدين بالكم؟ فيبقى الهوس الأول مع موسى النبي، الهوس الثاني مع داود النبي، الهوس الثالث مع الثلاث فتية القديسين في أتون النار، الهوس الرابع ثلاث مزامير 148 149 150. 148 داود النبي بيطلب من الخليقة إنها تسبح الله، 149 بيطلب من الملائكة يسبحوا الله، سبحوا الرب يا جميع ملائكته، 150 في 10 تسبيحات. عارفين المزمور 150 اللي بيتقال في التوزيع؟ هو ده اللي بنقوله سبحوا الله في جميع قديسي. 10 استيخن، استيخن يعني قطعة يعني، أو 10 جمل. ليه بقى؟ لأن الطغمات السمائية 9 والقديسين الطغمة 10. الشيطان بيحاربنا ليه؟ أصل إحنا هنحل محله في السماء، هما الطغمات 9 وإحنا الطغمة 10، اللي فينا ينجح وينتصر هينضم لطغمة القديسين. سبحوا الله في جميع قديسيه، يعني أبونا يصلي في الأنافورة اللي هو الرب مع جميعكم، بنصلي الذي يسبحه الملائكة ورؤساء الملائكة والقوات والأرباب وكراسي، يبقى وبعدين الشاروبيم والسيرافيم لو عدتهم من الخلاجة هتلاقيهم 9. طب والعشرة هي احنا بقى اللي هننضم لطغمة القديسين في السماء. فاحنا ده الهوس الرابع. طبعا بعد الهوس الرابع بقى في المجمع، مجمع القديسين، وهتشوفوا بقى الرحلة الجميلة. التسبيحة الكياكية بتمد أبصارنا للسماء، يعني يقول لك طوبى للعبيد الذي إذا جاء سيدهم يجدهم إيه؟ سهرانين، سهرانين. بتصور كده، تصور من عندي يعني، وإحنا بنسبح كده ربنا يأتي المجيء الثاني والمسيح يشيلنا كده، ياخدنا كده على بعض كده، يطلع بينا للسماء ويحدث الاختطاف ترانسفيجوريشن، ونتحول إلى أجساد روحانية ونروح السماء نكمل مع الملائكة. في كلمات لازم أشرح لكم معانيها علشان لما نتكلم تبقى أنتوا عارفين إيه اللي بيحصل. أول حاجة كلمة هوس يعني تسبيح، لبش يعني تفسير أو توضيح،
إبصالية يعني ترتيلة موزونة شعريا، كل هوس قبليه إبصالية وكل ثاؤذوكية قبليها إبصالية. هللوا ياه يعني هللوا ليهوى، يعني هللوا ليهوى يعني يهوى يعني مين؟ هللوا للرب يعني فرحوا ربنا، يعني انشدوا للرب نشيدا جديدا زي ما قال. تنتينوا يعني قوموا يا بني النور. هوس إيروف، هوس إيروف أريوتشس يعني سبحوه مجدوه في الأعالي. جشارة ثي اسمانه موت يعني السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. راشي أو ماريا يعني الفرح لمريم. جافز مرعوت جبي كربوس يعني مباركة هي ثمرة بطنك. دي كلها مردات في التسبيح. تشابه موت تطق ابنتي ام بإسرائيل يعني أشكرك يا إله يعقوب. طرح يعني تأمل وشرح. زوكسولوجية يعني تمجيد، تمجيد.